حكينا في الجزء الأول عن معلومات كاملة حول عائلة الطفلة بانا، إن كان غسان عبد وإن كان فاطمة بين قوسين عبد. بهذا الجزء راح نفرجيكم عن قرب عائلة غسان العبد وعائلة فاطمة اللي بتسمي حالها العبد بيت العبد بين قوسين. طبعا اللي اكتشفناه انه هي مغيرة اللقب، ان نحن ذكرنا بالجزء الاول انه هو شيمون، وباعتبارنا حكينا بموضوع انه احنا نتحرى او نلتزم بالدقة بعد البحث، يعني لقينا انه هي من بيت شيحان. ما راح نسرع العرض، راح افرجيكم اليوم بيت عائلة غسان العبد، كان اخوته المسلحين او المتهمين بالتسليح، كان باعتبارهم لهم علاقه بالجماعات المسلحه، اضافه الى انه ممارستهم للارهاب في داخل او اثناء سيطرتهم بالاحياء الشرقيه لمدينه حلب. ابو عبده من جيران غسان العبد. غسان العبد، ابو عبده شلونك؟ اهلين سلامات استاذ. حبيبي احكي لي عن عائله غسان العبد، اخوته وين اشتغلوا، هن ايش اسمه؟ ايوه، هن بيصلحوا سلاح دوشكايات، عرفت، بواريد، عناص، هالامور بيصلحوا دكان جنب محلي. هي هون حوشون البنايه، ثلاث اربع حواش، في منهم حواشهم في منهم ما نحواشهم، فتحوهم وقعدوا فيها، عرفت. عندهم اخوهم منزر عالدوشكا، تصوب بدل كرم الطراب نقص وجهه. اخوهم احمد كان مع ابو عماره، كان في البدايه قبل ابو عماره كانوا في الشرطه تبع الحره، يقال هذيك الايام الشرطه الحره. هو اخو عبده منذر، ايمن او مو ايمن، لو اي كني يعني واحد بيناتهم ايمن، هيك ايمن. في انا لقيت اسم ايمن عمار. غسان محامي، كان صار في الشرعيه محامي. بالشرعيه ايمت صار بالشرعيه بالضبط؟ يعني هلا بالضبط انا ما بعرف، بس هذا الحديث صار له شيء اربع سنوات يعني سيطرت ضمن داعش على حلب. بالضبط، ايه كان داعش هون عندنا بالمشفى العيون، وكان هو بهالامور هي كان عم بيشتغل. طيب بعدين له علاقه مع جبهه النصره غسان؟ ايه طبعا له علاقه، لانه راحت داعش وقت اللي قتلوا بعضهم، راح داعش صار اسمه جبهة نصرة بمشفى العيون، والشرعية جنبه. ايش يمسكوا من هالناس اللي ما لهم علاقة لا بشيء اسمه تشبيح ولا 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 الى اخره، ياخذوه يظلموه يحطوه بسجونة وصفوا خلق كتير بمشفى العيون، تقوست الناس. قصدك يعني بتحكي لي بمحكمة الشرعية كان في كتير عالم متهمين؟ ايه في ناس كتير كانت، يعني في كتير ناس كتير، يعني تحسن تقول 200 300 بجوز اكثر. هاي منطقه نزلت المواصلات، اذا بتلاحظوا هذيك الزاويه اللي وقفت الطفله بانا حول واخذت الصوره وقالت هالشيز انه هي تشعر بالحزن، تمهيدا لانه موضوع استغلال انه هن ما لهم ارهابيين او المناطق اللي حواليها انه ما لهم ارهابيين ليتم استهدافها من قبل الطيران الروسي والسوري. لكن راح نفرجيكم هون المقر ومعلومات جديده حول موضوع غسان العبد بالتحديد والد الطفله بانا. هذا هو مقر كتاب ابو عماره اللي بيقربوه لياسر فوزي العبد، او ياسر ابو الفوز ابو جعفر. ياسر العبد هو احد قيادي كتاب ابو عمار المعروفه بكتيبه الاغتيالات والمقرب من جبهه النصره. راح نفرجيكم نحن هون الكتابات، اذا بتشوفوا الرسم هون مع كتابه ابو عماره، مع الرسم هون مقابل مقر كتيبه ابو عماره. تتاكدوا مدى ارتباط كتيبه ابو عماره مع جبهه النصره المصنفه لدى مجلس الامن ضمن لائحه الارهاب تنظيم القاعده في بلاد الشام. الطفلة بانا العبد كانت تدافع على مناطق خاضعة لسيطرة جبهة النصرة وكتابة أبو عمارة المعروفة بكتيبة الاغتيالات. في فيديو منشور كمان بتاريخ بعام 2012 إلقاء القبض على ياسر العبد، أحد أو مؤسس كتيبة أبو عمارة المعروفة بكتيبة الاغتيالات، وهي على ارتباط وثيق مع جبهة النصرة. نحن فرجيناكم مقر كتيبة أبو عمارة، هذا موضوع، هذا المخزن تابع لجبهة النصرة كما هو مبين.
هاي سيارة أوروبية. نحن معروفين عنا بالسيارات بحلب، المقود أو الدركسيون من جهة الشمال، لكن هاي السيارة من جهة اليمين مبين إنه هي جاية من برا، من أوروبا على ما يبدو. والكتابات كما هي واضحة إنه هون كانوا تنظيم قاعدة جبهة النصرة. هاي سيارة إسعاف كمان هون، يعني نحن اللي بدنا نثبته قديش شوف ترابط ما بين المنظمات التي تدعم الإنسانية مثل أصحاب الخوذ البيضاء، إن كان القبعات البيضاء أو المنظمات الإسعافية أو الإنسانية، وفرجوا لك مثلا منظومة الرحمة الإسعافية، يعني جبهة النصرة تنظيم القاعدة في بلاد الشام أو تنظيم القاعدة مع مؤسسات أو منظمات إنسانية. يعني شوفوا إلى أي مدى استغفال الرأي العام حول موضوع ما يجري في سوريا بشكل عام وفي حلب بشكل خاص، ألا وهو أنه تجيك هلأ الطفلة بانا، بيعمل لك الكاتب كاتب هاري بوتر بده يعمل كتاب عن طفلة بانا، حياتها في الأحياء الشرقية، رسالة لذوي أو عائلة الطفلة بانا، اذكروا هاي الحقائق إذا أنتوا أدهى الحقيقة، اذكروا على مين عم تدافعوا. احنا ذكرنا انه مقر جبهة النصرة مقابل مقر كتيبة ابو عمارة، وحكينا بموضوع له علاقة كتيبة ابو عمارة بغسان العبد وياسر العبد. ياسر العبد حكينا فيه انه هو مؤسس كتيبة ابو عمارة، هذا هو مقرهم، هذا هو عنوان كتاب ابو عمارة، وهون بالظاهر اللي اكتشفناه هلا انه هو هذا عبارة عن سجن تابع لكتيبة ابو عمارة. كل الفصائل المسلحة، معظم الفصائل المسلحة اللي بمقراتها إلى سجون، كانت تغزى بمعظم المقرات أو معظم المناطق اللي كانت خاضعة لسيطرتها، اللي هي من ضمنها بالأحياء الشرقية، إن كانت هون بالقرب من منزل عائلة الطفلة بانا العبد. وحكينا نحن أن تقريبا في عنا أكثر بالأحياء الشرقية لمدينة حلب أكثر من 300 مقر أو سجن تابع للجماعات المسلحة. مثل ما لكم شايفين هاي هي المنفردات التابعة لكتيبة أبو عمارة، كما مبين لسات الفرش بقلبها بالنسبة لكتيبة أبو عمارة، للمنفردات الموجودة بالسجن أو مقر كتيبة أبو عمارة. فعلوة الطفلة بانا أو عائلة الطفلة بانا تحكي عن عما قرفته أيديهم من ارتباطهم أول شيء بكتيبة الصفوة الإسلامية، إن كان غسان العبد باعتبار أنه حاكي من ضمن مذكراته هو مؤسس ومدرب عسكري لكتائب الصفوة الإسلامية، وإضافة إلى أن أقربائه هن تابعين أو أولاد خالته بالتحديد ياسر العبد و محمد نور العبد أبو جعفر، هن من ضمن كتائب أبو عمارة. ياسر لديه لقاء مع الفضائية السورية بتاريخ بعام 2012، بأواخر عام 2012، وهو تم إلقاء القبض عليه بتهمة التخريب والاغتيالات، كان مختال 2 من رجال أعمال السوريين في حلب وريفها، ومنها اغتيال رجلي الأعمال محمود رمضان ومحمود الصوراني. ياسر فوزي العبد وليدة زكاء، مواليد 1984 حلب، ساكن في سكن الشبابي في حي المعصرانية، وعندي محل تمجيد سيارات في منطقة طريق الباب. اعتقلنا عدة أشخاص، من ضمن الأشخاص اللي كانوا معتقلين معي شخص اسمه مهنا جفالي، تعرفت عليه في قسم الكلازة والأمن الجنائي بحلب. اعتقلنا مدة 4 أيام وبعد طلعنا. طبعا صار في تواصل، صار يزوني في المحل أكثر من مرة، صار في صداقة وعلاقة طيبة. طبعا الشخص هذا كان بيشاركني بالأفكار والخلفية الدينية، طبعا اثنيناتنا كنا بنحمل الأفكار السلفية أو الفكر السلفي بشكل عام. أضف على ذلك كان هو أحد الأشخاص اللي كانوا مجاهدين في العراق، فظل ذكر لي أنه كان في العراق لمدة 3 شهور أثناء حرب العراق في مدينة تكريت. بعد فترة صرنا نستأجر سيارات واشتغلنا
يعني خطر ببالنا فكرة أو مشروع. اللجان الشعبية والأشخاص القائمين على اللجان الشعبية أو زعماء اللجان الشعبية، هذول الأشخاص كان في خطة بأنه نقوم بتهديدهم أو بضرب مصالحهم من خلال ضرب حرق سياراتهم مثلا أو إحراق محلاتهم التجارية أو تهديدهم حتى بالهاتف أو حتى بملصقات على أبواب بيوتهم أو سياراتهم. وشكلت مجموعة أنا بقيادتي بهالمرحلة هاي، سميت مجموعة سرية أبو عمارة. كانوا الأشخاص اللي معي مهنة جفالي، حسن عثمان، عبد الفتاح بن مجيد، هذول الأشخاص، سعيد حاج عثمان، كنا أربع خمس أشخاص بالبداية طبعا، وأنا قائد هالمجموعة هاي. باشرنا بالفكرة اللي طرحتها من موضوع تهديد اللجان الشعبية وضرب مصالحهم خلال محلاتهم وسياراتهم. طبعا صرنا نطلع بشكل يومي أو بشكل متقطع لأهداف معينة. في سيارة في حي الأنصاري لشخص اسمه خالد أبو عيدو، قمنا بإحراقه وتهديده أنه إذا كان بيطلع مرة ثانية باللجان الشعبية بدنا يعني بدنا نقتله. هالمرة سيارة، مرة ثانية ممكن نقتله. سيارة ثانية في أو سيارتين في حي الأشرفية منطقة السكن الشبابي لشخص اسمه فؤاد سكر، كذلك الأمر إحراق السيارة مع تهديد سواء كان هاتفي أو ترك رسالة بشكل أو بآخر، تهديد مشان يرتدع عن موضوع اللجان الشعبية. عدة سيارات أخرى طبعا، في سيارة بالحي الكلاسي لشخص اسمه محمود عتيق، وفي سيارة بحي الميسر شخص اسمه زكور كريز، وفي كثير سيارات طبعا ما عاد أذكر أسماؤهم. أحرقنا محل في طريق الباب، محل فروج طيلة، هذا كان من اللجان الشعبية. محل سوبر ماركت في الكلاسة، ومحل صالون حلاقة اسمه صالون سعادة في الحمدانية حي الثاني. فظلينا على منوال هاد فترة منيحة، إحراق محلات وإحراق سيارات، بسطات بيعين دخان. وطبعا تم إخلاء سبيله ضمن اتفاق ما بين الجيش السوري ضمن صفقة تبادل مع الأسرى، أسرى الجيش السوري في لدى المسلحين من كتيبة أبو عمارة. طبعا هذا حكي موجود وموثق بالانترنت. هذا علوه نحكي او يحكينا غسان العبد ولد الطفله بانا اللي اخذ جنسيه من اردوغان من تركيا، حول هذه المشاهد وتعليق الطفله بانا حول انه I'm sorry I feel so sad I want to save a children. Save whose children you want to save Bana, not the question for you, the question for your father, your family, your dad, your mother, Fatima. That's what she told about, she want to save the terrorists in Aleppo, not for the children. هذا ما بنحكي عليه بحلب، هذا هو مقر كتيبة أبو عمارة واللي كان هون يسجنوا المتهمين أو بتهمة طبعا أي شيء عندهم معجبون ضد سياستهم أو ضد رأيهم، بتهمة تشبيه، تهمة ولاء للدولة السورية والحكومة السورية. طبعا فاطمة والدة الطفلة بانا بتطلع على طول بشو اسمه بالتلفزيون أو بمواقع التواصل الاجتماعي حول إنه الطيران عم يتم استهدافه. هل تجرأت وصورت في ذلك الوقت مقر جبهة النصرة اللي ببعد عن بيتهم شي 20 متر؟ هاي مؤسسة البراءة للرعاية والتنمية، مواد غذائية من مؤسسة حكينا نحن عنه انه وثقنا شيء 73 منظمة إنسانية كانت تدعم أو تعمل في الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المسلحين، وهي مبينة انه مصادرات بالظاهر مثل ما لكم شايفين. هذا بأكد انه هذا مقر سجن تابع لكتيبة أبو عمارة. بس تعال شوي هي كمان كني هيك فرجوا الورقة
وثيقة تسليم من جبهة النصرة. سلاح فردي، هاي وثيقة من جبهة النصرة كمان، قطاع حلب مدينة. هذا بدل انه مركز القيادة كان للمسلحين بالنسبة لأحياء الشرعية مدينة حلب هو جبهة النصرة، وذكرناها انه قد ايه علاقتهم قوية مع كتيبة أبو عمارة وباقي الفصائل المسلحة اللي بالأحياء الشرقية. حالياً احنا بدنا نفرجيكم قد ايه ببعد هذا المقر عن بيت الطفلة بانا أو عيلة الطفلة بانا. حكينا ونحن أكدنا هاي المناطق هي خاضعة لسيطرة جبهة النصرة وكتيبة أبو عمارة في داخل مدينة حلب أو في منطقة المواصلات. هذا الشارع اللي بودي عند لبيت طفلة بانا وبيت عائلته غسان العبد. هذيك الزاوية إذا بتركزوا عليها اللي صورنا فيها من فترة آخر مرة حاول إنه هون كانت تمر وصورت جنب بيت أو مقر جبهة النصرة بالإضافة لموقع بيت غسان العبد أو عائلته من قبل. قد ايه بعد البيت عن موقر لجبهة النصرة في منطقة المواصلات، كلهم يعني 20 متر وهي منطقة كلها. يعني احنا اعتقد انه اكثر من هيك دلالات، يعني اكثر من هيك ما بقى في اكثر من هيك دلائل على موضوع ارهاب المسلحين والاستخدام او استخدام البروباغندا الاعلامية من قبل المسلحين. هاي هيكلة اجهزة دولة الخلافة وجدت في داخل مقر كتيبة أبو عمارة المتخصص بكتيبة الاغتيالات والذي يتحدث بها غسان العبد عبر صفحته أو عبر حساباته بالتويتر وموقع التواصل الاجتماعي أنه ضد الإرهاب وضد الإرهابيين وهو من ضمن الإرهابيين. هو مقر أبو عمارة. ياسر العبد. ياسر العبد. عبد الكريم العبد فطس هون. عبد الكريم العبد أبوه؟ أخوه لياسر العبد. لياسر العبد فطس هون هو وعشرين واحد 22 واحد معه يهل عالضربة. نعم هون كان مقر قيادة لكتيبة أبو عمارة. لا أبو عمارة لهم يعني كونوا أنه أولاد المنطقة حكوا أنه 22 واحد تقريباً قدم بيناتهم عبد الكريم أخوه لأبوه الفوز اللي هو ياسر العبد. طيب ياسر العبد وغسان العبد شو درجة القرابة بيناتهم؟ ابن عمته وابن خاله. ابن عمته وابن خاله. طيب وش كان يساوي عند ياسر العبد غسان؟ قاضي شرعي. كمان كان قاضي شرعي. ايه قاضي شرعي. بعد اختلفوا فطلع من عنده حطوا واحد اسمه ابو عروة عند ابو عمارة صار قاضي الشرعي. طيب انت بتأكد لي بموضوع حول انه كان كتيبة ابو عمارة وكان جبهة النصرة رايحين مدنية اثنين واحد جبهة النصرة وابو عمارة واحد لانه ابو عمارة يعني كان فرد شخصيته وهو بالمنطقة لسه انه هذا اسمه امني بالنسبة للمسلحين اسمه امني فهذا بيشتغل لحال وجبهة النصرة بيشتغل لحال فبعد التحموا مع بعضهم تحموا جبهة النصرة وكتيبة أبو عمارة صارت تحت تصرف جبهة النصرة اللي هي كتيبة أبو عمارة صارت كله تحت تصرف جبهة النصرة إنه جبهة النصرة أقوى منهم بس هن اسمهم أبو عمارة أمنيين إنه هم كانوا عبيد على ساحة صعب الله الجابري هن اللي سووا التفجير تبع عند نادي الضباط هذا نادي ساحة بوقت ساحة صعب الله أيوة هذا حكي بال 2012 بالضبط يعني انت بتقصد لي انه كتيبة أبو عمارة راح هي فينا نقول انه هي جزء من جبهة النصرة ايه متشددين لسه ابشع من جبهة النصرة مع انه هي لحد الان يمكن ما انا مصنفة ارهابية اعتقد طيب كتيبة أبو عمارة وجبهة النصرة اللي هون برابطهم مدنيين برابطهم كثير هلا هون المول هذا المول وهون في سجون تحت احنا شفنا سجون ايه هون سجون وتصنيع هذا الطريق هيك كان مقطوع الطريق هيك مقطوع هذول المفاري كلها مقطوعه بس لهم هن منفذ يعني دخلتهم وطلعتهم هذول كلها هيك مقطع يعني هي هذا مربع امني ايوه مدني ممنوع يعدي من هون من عم بيته مشوا سياره غيره سواء ممنوع
هون كانوا قبل ما تيجي جبهة النصرة كانوا هون البعاص مستلمي هذا المبنى وساووا سجن وساووا قتل وساووا مثل ما بدهم على كيفهم وش يسرقوا من المعامل هدول الصالات الصناعية ايش في هون الصالات التريفا هيدا المكنات التطريز كلها انسرقت وانباعت والى اخره كله صار تركيا وغيره وفي ذلك طيب البعاص بعد اجت جبهة النصرة بالقوة طالعون انت بتعرف شيء عن موضوع التصوير تبع بنته لغسام طفل بانا والله هو كان عم يصور قدام باب قدام محلي من طرف المدرسة بس انا ما بس اجي بقرب عليهم فلا مؤاخذه يعني اسمع ايش عم بيحكوا ايش عم بيقولوا يعني انت كنت حاضر قدام انا موجود انا ما طلعت من هون يعني قصدي انه انت شفت التصوير غسان مين كان عم يصور غسان لفاطمه انا كان بيهمني هذا غسان. غسان 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 كان يصور غسان يلعب صور ايام ايام غسان يحكي مع البنت باللغه الاجنبيه عرفت يحكي معها طيب تحدد لي انت مكان وين التصوير هلا التصوير قدام على حيط المدرسة مشينا وفي تصوير في يمكن في دكانهم بذكر مرة دكانه وين دكانه دكان عند الصخر ايه عند الصخر محل تصنيع اي تصنيع يعني حاليا احنا من مبنى المول اذا شفتوا الجزء الثاني حكينا فيه حول لقاءات مع مدنية اكدونا انه موضوع المول او مقر المول هو مقر لجبهة النصرة وكتيبة بعمارة اللي بعد عدة امتار عن مكان التصوير او مبنى المواصلات القديم اللي هو المقر الرئيسي لجبهة النصرة وشوفوا كم متر كمان ببعد عن مكان التصوير للطفل بعنا حاليا مثل ما سمعتوا ابو عبدو جارو لغسان عم يقول لنا انه هو حضر التصوير وكان غسان العبد اللي عم صور بنته فاطمه يعني وهذا الموضوع يعني بيدل له دلالات كبيره انه فاطمه يعني الام يمكن مو هي الكل التصوير يعني كمان غسان عم صور بس لو تندار الكاميرا تشوفوا مبنى المواصلات القديم مقر رئيسي لجبهه النصره اللي حكينا عليه هلا انت بتاكد لي انه هون كان يسيطر جبهه النصره ما كان اي حدا ما بعرف شو ليش استغلوا طفله عمرها 7 سنين بهالموضوع يعني مين بده يجي يحكي معهم او مين بده يجيبوا بنت مثلا يدرسوها لانه هي بنتهم معهم عم درسوها طول الليل وطول النهار وهن بيركين قايمين كذا عرفنا احكي بابا احكي ماما احكي بابا بتحكي اما بده يجيبوا مثلا بنت من الشارع بلا مؤاخذه يعني هون على اغلب الناس مو مثقفين يعني نقصد انه في له هدف او يستفادوا من القصه لك ايش يستفادوا من القصه يعني الافاده مصاري. لا ما بعرف اذا مصبط استفادوا بس اللي فهمناه انه بدهم يطلعوا يقابلوا اردوغان في قصره في مملكته وين ما بعرف وطلعوا هذا حكي قبل ما يطلعوا نحن سمعتوه هون نحن بنعرف ايوه نحن بنعرف انا سمعت من تمه لأدني انه هذا بده يصل لاردوغان الحكي واللقاء تبع البنت يعني قصدك انه كان هدفهم من هالعمل يصلوا عند اردوغان بالضبط ووصلوا ووصلوا لاردوغان يعني ما صار انه في حدا وراهم دفشن على هالموضوع انه يساووا طيب شفتوا انتوا اجانب لانه احنا في حكي انه اجانب في كثير اجانب معهم مع غسان لا مع غسان لا بس نحن هون في اجانب كثير هلا احنا احد الصور اللي صورناها هون على اساس كانت القطس الشحن وراها مقر لجبهة النصرة كمان صورنا هذا ايه في هذا الصاله كمان وهذا الزاويه هذا المستودع هذا لا مستودع للقص هيك بركوا فيه جماعه البعاص ابو ليزر كمان زلمه حرام يعني وين صور قلت لي غسان على حيط المدرسه هيك عند البصق عند البوست الكهرباء عند البوست الكهرباء قبله شوي وبدكانه دكانه صوروا فيديو ولا صور فوتو بس والله ما بعرف نحن برجع بقول لك نحن باركين هون انا هذا محلي هو محلي؟ هذا محلي الدراريتين الكبار هدول؟ ايه هدول دكتين واحدة مسكرة وواحدة مفتوحة هون انا بارق وشايف هون ايش عم بيساووا بس شو الحكي اللي عم ينحكى ما بعرف طيب المدرسة هاي المدرسة لمين كانت؟ مدرسة شلون يعني؟ يعني لمين مين اخذها كمقر؟ البعاص ما بقربوا بيت العاص لغسان عبد لا ما هدول يعني التحموا مع بعضهم لانه هن بالبدايه ما بحبوا بعضهم
بس التحموا مع بعض، التحموا مع بعض، وهذا اللي صار شيء اسمه عندهم شيء اسمه والله نحن نطلع ثورة. قصدك البداية يعني؟ ايوه، صاروا يطلعوا يحطوا لنا اوراق تحت المحلات نحرق اذا بتفتح، نحرق المحل اذا بتفتح، اذا بتفتح هيك على الشكل. الغسان هو ولاده وقت يجي لعندهم هون تصليح الدوشكة هيك يصلح هون ويجرب هون بالمنطقة. كل الناس الموجودة هون وحتى البعاص اللي كانوا ملتحمين مع بعضهم يسبوه. يسبوه مين؟ يسبوه لأبو غسان وغسان، لأنه غسان مسؤول عن تصليح الـ الـ هذا الـ الدوشكة. شلون؟ هو يعني أحسن واحد عند أبوه بالتصليح. هذا هو المحل، محل الصقر لصيانة وتصليح الأسلحة. الله. هذا إيشو هذا كان؟ هاي ما شفناها قبل. هذا الدوشكة جاي على التصليح. مبين عليه؟ هذا مبين تبع موتور. لا لا، هو الكيسو تبع موتور. ايه الدوشكة هاي، هاي لك علبة تبع السلاح تبع الطلقات. هاي علبة طلقات. ايوه علبة طلقات، وهي قاعدته بتركب على السيارة. الدوشكة يا الله، هذا الدوشكة تبعهم جاي. دوشكة معدل؟ ايوه بالضبط. هلا اذا هيك يعني، هلا هذا له محل يعني، محل يعني ثلاث محلات. هذاك محله، بس هذا كان صاحبه مهزوم، عرفت كيف؟ ايش مشان هيك استغلوا الامر جماعه فتحوا حتى استغلوا هون. ايش فيه هون؟ هذا نفسه حداد هون وهون، بس هون محل الغسان استغلوا الموضوع كله. اخذوا الشباب والله هذا محلات اصحابهم. هلا يعني هدول محلات الثلاثه هن اللي اخذينهم لهم. يعني انت اللي الدافع اصبح انه من الموضوع دافع شهرة، او دافع انه اللي قال اردوغان بهالموضوع شهرة ومادة، وهن على اساس بدهم يروحوا لهنيك على تركيا بدهم يفتحوا معمل فرن خبز سياحي، عرفت؟ بس عبارة هالامر بقى ايش فيه، هو له ابعاد اكثر ما بعرف. يعني ما فيك تأكد لي انه الموضوع اللي عمله هو غسان مسيس من برا، او في شيء ثاني، او حدا دير شو من برا؟ هلا هو كونه صار في اتصال بينه وبين اردوغان، معناتها في ناس عم تدعم بالموضوع. اك هذه شغله ما بدنا نحكي فيها يعني، هي مفروغ من امرها. يعني الزلمه قابل اردوغان، عرفت؟ اللي قابل اردوغان بحسن مثل ما بقولوا يساوي اي اتصال واي الو اي ماده اتصلوا. هلا ما دام هذا محل ابو غسان وهون حاطين اغراض، فكانه انه ممكن يحطوا اوراق او شيء. هذا هون ايه، هذا هون كان العدل البواريك تبع التصليح. ما حدا عنده صوره للمحل قبل ما قبل ما يروح او قبل ما ينصفوه؟ هلا هم اكيد مصورين هون محلاتهم، ماسحين كل اثارهم بالانترنت. ممكن كمان هن شغلهم بالانترنت قويه. هون كان حقل التجارب للمسدسات والباروده، في عنده تنكه تبعت زيت حيطه في قلبه رمل وبحص والامور، حطها هنيك وبجرب هون. بس هدول القطع الصغار، انما دوشكه 23 والعالم جربوا هون. تسمع بتقعد عادي، ما حدا بسجل يفتح تمه، ما حدا بسجل يفتح تمه. انه جيت تحكي معه بقول لك شبيح، انه نحن حكينا معه انه خيو والله من السوار عم تفزع، نحن هون 13 14 عيله في بنايتين، مجرد ما تحكي معه بقول لك شبيح. صرنا نسكت وعلى الخبز، ما بقى نسجل نحكي معه يعني. هالشكل اعتقد انه الصوره تقريبا كملت، خاصه مع اليوم عندنا كان لقاء مع جيران غسان العبد من امام محل الصقر، من محل ابو لغسان وغسان محل تصليح الاسلحه، لحتى نتوضح او تتوضح الصوره اكثر. رح نخليكم تشوفوا اللقاء مع شخصيه من العائله، من عائله فاطمه العبد اللي كانت مسمي حالها بيت العبد، واللي اثبتنا او من بعد البحث لقينا انه هي منا اسمها بيت فاطمه شيمون وانما فاطمه شيحان. راح تشوفوا الفيديو التالي، هو لقاء مع عمها لفاطمه من مكان او من امام محل السلاح ومن منزل عائله فاطمه العبد بين قوسين اللي هي بتسمي حالها فاطمة العبد، لتشوفوا مدى التحريف باسم العائلة إن كانت من فاطمة وإن كان من غسان
ومدى تلاعبهم حتى بالأسامي لحتى يشوهوا أو ما يظهروا حقيقتهم اللي عم تشوفوها. عرفني عن حالك وشو درجة القرابة مع فاطمة اللي بسموها فاطمة العبد أم بانا. أنا عبد كريم شيحان التي سميت نفسها فاطمة العبد هي فاطمة شيحان، هي بنت أخي عبد الرزاق شيحان. مع الأسف طلعت هذه المرأة من عائلة شيحان تحمل باسم جبهة النصرة من زوجها غسان العبد الذي تربى وترعرع من الوطن. دقيقة شوي مشان ما ندخل نتشعب بالسوق. نعم. يعني خلينا نحكي وحدة وحدة لنستوعب القصة شوي. نعم. هلا هي معروفة أو الوراء اللي شفناهم في شيمون ولا شيحان؟ لا شيحان، ولكن أنا اللي بعرفه إنه هي سميت نفسها فاطمة العبد. عارفان شو؟ مع يعني الأسف يعني غيرت لقبها قصدك؟ غيرت لقبها، يعني اعتبرت انه هي بدها تروح هلا على الدولة أجنبية او كذا، انه سميت نفسها فاطمة العبد ولكن هي فاطمة شيحان. ليش؟ طيب ليش هيك ساوت؟ يعني لأنه ليش غيرت اول شيء لقبها؟ سؤال اول شيء غيرت لقبها لانه بتخاف من العائلة، لانه حدا يسمع انه وحدة من بيت شيحان جوزة او هي صارت مع جوزة من جبهة النصرة، بالأحرى كان هو من جيش الحر وباشرت عرفان شلون تعمل في هذا المجال معه. فنحن يعني ما بنتعرف على هيك شخصية، يعني مع الأسف حتى أبوها انزعج منا كثير. أنا عند اللي سمعت في هذا الأمر أنه والله عم تنقاد معه وعم تجي عم تقول له بابا أنا ما إلي علاقة معه أطلاقا يعني، ولكن عرفان شلون من خلال التأثير كزوج لزوجته تأثرت هي عرفان شلون وعشعشت الأمور في دماغها، وحتى وصلت إلى بنتها بانا صارت تتعلمها باللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية المكسرة. مع الأسف يعني ما بتعرف تحكي إنجليزي، هي ما بتعرف تحكي إنجليزي، حتى وصلت عرفان لبنتها تعلمها على كلمات مكسرة أطلاقا بعيدة عن الواقع. ومن خلال أنا الشيء اللي فهمته أنا ومن خلال ملاحظاتي في بالتلفزيون انه هي عم بتشاورة كانت لبانا يعني عم بتشاورة. يعني قصدك انت بتعرف هذا الشيء انه هو موضوع تدريب منه انه هي تدريب بتعرف. تدريب يا استاذ خالد تدريب، لو ما كانت عم تدربها هي اما عرفان شلون بنت ما عم تعرف تطالع الكلام اطلاقا. طيب السؤال انه انتم بتعرفوا فاطمة قبل، كان هي هيك افكارها؟ يعني كان هي هيك ابوها والا فاطمة والا كذا العائلة شيحان كلياتها متدرجة من عبد الجبار شيحان لعثمان شيحان لاولادي اثنين شهداء انا استشهدوا، عندي اخوي عبد الحميد محامي كمان استشهد، فنحن بريئين من هالإنسان هي يعني عرفان شو؟ كيف استشهدوا لأولادك وأخوك؟ في عندي ابني الشيخ عبد الله كان مستلم جامع العلاء بن الحضرمي، يروح ويرجع معروف حتى مدير الأوقاف بعرفه والعالم كلياتها بتعرفه، ظلوا ياخذوا يعطوا معه بالحديث أنه أبوك عبد كريم شيحان. أنا مستلم الفرقة الحزبية مسؤول الاقتصادي في قيادة الفرقة الحزبية بالميسر ورئيس لجنة ظهرة عواد، كل العالم خدمناها وعملناها، واخيرا استولوا على بيتي وباعوه ب 450 الف ليره سوري المعدات الجوانيه. مين استولى بيتك؟ جبهه النصره واجوا احمد ابني اخذوه من البيت اثناء ما كنا في عام 2012 اخذوه من البيت وللراعي، ظل 6 شهور موقوف معهم عندهم. ماذا كان يفعل غسان العبد أثناء سيطرة المسلحين على الأحياء الشرقية لمدينة حلب؟ غسان العبد كان يعمل بصفة قاضي هو في مشفى العيون، وإضافة للأمور كان يحل المشاكل، وكان يحل مشاكل طبعا جماعة الجيش الحر هي في بداية استلامه لهالموضوع هذا. بعدين انتهت الجيش الحر من هون سلم عرفان شلون صار مع جبهة النصرة، هذا الشيء اللي أنا بعرفه عنه يعني. طيب سؤال، أنت قلت أنه كان يشتغل كقاضي في أثناء بالمحكمة الشرعية أو بالمشفى العيون، من سنة لأين سنة أثناء سيطرة تنظيم داعش على حلب كان يعمل كقاضي أثناء سيطرة تنظيم داعش على حلب؟ أنا بال2012
أنا بال 2012 قلت لك في ببداية العام ما كان هو موجود في لا مع جبهة النصرة ولا مع الجيش الحر، هاي في بداية الأمر. بعدين دخل مع الجيش الحر واشتغل مع جبهة النصرة على الأخير. طيب هلأ أنتو كأسرة، نعم، عيلة آل شيحان، نعم، شو منقفكم من فاطمة بعد ما سويت هيك، أو بعد ما خلينا نقول شو ما بتشوهت صورة العيلة المعروفة بحلب وبنفس الوقت خانت بلده، شو الرسالة أو شو أنتو هلأ بالنسبة لفاطمة، أو شو فاطمة بالنسبة لكم حاليا؟ بالنسبة لفاطمة أبوها شخصيا كرهها، وأبوها شخصيا ما بقى يتعرف عليها على هالتصرف اللي سوته، وأنا كعم أكبر موجود في هالعائلة وعملنا كان عريق جدا بقيادة الرئيس بشار الأسد وحفظ هالواقع اللي متعايشينه، ونحن كرهناها لفاطمة إطلاقا، ما بقى نرضى فيها ولا بتصرفها ولا بكذا، لأنه ذهبت لعند أردوغان وصارت هي من زمرة أردوغان، من زمرته صارت. يوم اللي شفتها انت هي بالتلفزيون هي وبنتها، انا بسقت عليها، بسقت عليها وعلى بنتها، لانه نحن اكبر من هيك، نحن لانه مين اللي دمرنا نحن غير اردوغان ودول الخليج ورعروا هالبلد؟ هذا بيتي اللي شايفه انت شلون كيف البيت اللي حصل، مين اللي وراها؟ مو وراها اردوغان؟ طيب انت برايك يعني انه اللي اثر عليها او اللي خلاها تعمل هيك هو جوزها؟ هو زوجها اللي اثر عليها، يعني زوجة اللي أثر عليها في هالتصرف كلياته. أبوها ما بيرضى بهالتصرف، أنا بعرفه، يعني أبوها رجل أمي يعني عادي، يعني ما هو الإنسان الفهمان أو كذا. Our Twitter was a weapon. Your Twitter was a weapon? Yes.